إيه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم أحدث نظام في العالم للجراحة بالإشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.